كيف رأيت في الظلام؟ لا أحتاج إلى ذلك، أنا أتبع حاسة الشم. أتشم هذه الرائحة؟ أي رائحة؟ رائحة الكبريت. شبكة عناكب تأكل الدود وشفاه السحاب ولعاب المزاق. حتماً سنجد مكاناً آخر لتناول الغداء. هذه أركان الشريرة، هذا يفسر أمر كل الأمور الغريبة التي تحدث. آه، لابد أن تينيروك يحضر لعمل شرير في إقليم الآثار. ترى ما هو؟ أرى وجود دخلاء. أجل أعرف، وقريبا جدا سيكون هاتر حيث أريد. رأيت ما يكفي، هيا بنا. لا تذهبا، لقد بدأ المرح للتو. غوميز قف خلفي. يا لنبلك، وكم هذا مؤثر. وعديم النفع. جرعة اختلال التوازن. ماذا؟ إليك هذه الضربة. روكسي! غوميز اهرب! وأنت ستصبح ضفدعا. روكسي! هل نستمتع بوقتنا أم لا؟ أنا بلى. أحتاج إلى ماء. أولاد الشوارع، هل غيرهم؟ اهربوا، لا يمكننا مواجهتهم، فهم أصدقاؤنا. ماذا سنفعل؟ يجب أن نفكر في حل وبسرعة. إنه يؤثر في السكان. لا شيء سينقذ هاتر الآن. النصر لي. أحب فاقدي الوعي، فأنا أبدو ذكياً مقارنة بهم. أوه آسفة، لابد أنني آلمت. مات، روكسي، غوميز، لوشيس. بسرعة، السكة الهوائية، إنها طريقنا الوحيد للهروب. لوشيس، احترس. هكذا أحب الأدمغة مسحوقة. غوميز، انتظر. لن أدعه يضع يديه القذرتين على دماغي الثمين. هاتر، أنا أتطلع قدماً لهذا. سندفع ثمناً باهظاً لقاء ما فعلته بأصدقائنا. أخيراً، شخص يمكنني أن أضربه. ها، احترسي يا روكسي. كل ما أراه أمامي هو حفنة من العظام المتعفنة. يا فاقد الوعي، أيها المغيبون، أمسكوا بها. مهلاً، تمسكي يا روكسي. أنا فات الأوان هاتر. ما إن يعمي غباري الأحمر بصيرتك سيسلبك كل قواك وذكائك. روكسي، لا. مهلاً، لا، لا يمكنكم الحصول على دماغي. مات، ساعدني. أنا روكسي. حان وقت الغيبوبة. ماذا؟ نصب فخاً لي هنا؟ هذا مستحيل. الرؤية المتعددة. ما هو هذا الشيء؟ هل أنت مستعجل يا هاتر؟ لقد أصبحت الآن في قبضتي. واو، كان هذا وشيكاً. شعاع النار. لا!
شعائي المغناطيسي المدمر. لا، لسبب ما تنرك يريدني أن أبقى هنا. واو، أتعرفين ما المفيد في سجن شرير بسرعة فائقة؟ نستطيع الاستكشاف. أنت محق، إن هذا المكان مدهش جدا، رائع للاستكشاف. غريب، أنا ألتقط إشارة طارئة من جهاز مات المدمر. لربما نسيه هنا. مستحيل، هناك خطب ما، تأتي الإشارة من هذا الاتجاه. أو أنني أسير في دائرة مغلقة، أو إن كل زاوية من هذا المكان تشبه الزاوية الأخرى. حسناً، أو ربما لن أتمكن من الخروج من هنا أبداً. لقد بدأ الظلام يهبط وأنا خائف بعض الشيء. يا ليت روكسي وغوميز كانا معي. من هنا اقتربنا، هيا. إنها بارعة، صحيح؟ سيكون ألفريد محظوظاً بعمل روكسي لصالحه. لصالحه هو؟ ولكن الأمر لا علاقة له بك يا مات، ولكن روكسي تتطلع قدماً للعمل مع بطل حقيقي من الهاتر. في الاتحاد قوة، وفي الابتعاد ضعف. إنه هنا، أنا واثقة. تراجعي، دعيني أتفقده. الرؤية المتعددة. جدي، إنني أراه. ماتي، أهذا أنت؟ تماسك يا جدي، سوف ننقذك. جدي محتجز داخل قفص كريستالي عملاق. إنها بوابة إقليم سجنه يا مات، عليك أن تخترقها. حمل مفجرة الخلايا لزيادة الطاقة. ألن تكون مجازفة؟ ثقي بي، ما إن يحطم القضبان سأدخل أنا وأخرج ألفريد. مهلاً لحظة، يستحيل أن تدخل أنت يا غوميز. أنا سأدخل. ولكن عملك هنا يا روكسي، في حال ظهر سويتش. إنه محق، تراجعا، فلننهي هذا الأمر. أوقف التشغيل الآن. مضى وقت طويل. سوف أدخل. سأتبعك يا روكسي. لقد نجحت يا مات، أنا حر. لا أصدق، لقد عدت بالفعل. أنا بشوق لأرى النظرة في عيني تينيروك. هذا راقب وحاسب. مهلا، أين هو غوميز؟ أعطني مفجر الخلايا مات، ما زال علينا احتجاز سويتش. صحيح، أجل، مهلا. كيف تعرف بأمر سويتش؟ جدي؟ مات، حذر، إنه ليس أنا بل هو ألفريد. ليس جدي يا غوميز؟ لقد نقلت مدار سجن الجدي ألفريد خارج هذا الإقليم. هذا أنت يا مات هاتر؟ لقد خدعتني.